لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من الملعب الأولمبي في كييف. صح فطوركم، صح شربتكم، رمضان كريم في هذه الأمسية الرمضانية الفضيلة. نلتقيكم من خلال دوري أبطال أوروبا في لقاء القمة، لقاء الفاينل المرتقب المنتظر هنا من استاد الأولمبي، الأولمبيك في كييف، في حضور 70,000 متفرج. استاد القديم من 1923 تصرف عليه 430 مليون يورو استعدادا ليورو 2012. الاولمبينسكي تاريخيا اخذ برشا اسماء بدايه من عام 23 تحت اسم الزعيم البولشيفي تروتسكي، سمى على اسم نيكيتا خروتشوف. ممكن الصغار ما يعرفوش الرئيس السوفيتي خروتشوف هو اللي استعمل حذائه فوق منبر الامم المتحده لايقاف العدوان الثلاثي وقت على مصر في 56. من تاريخ الماضي الى انطلاقه الحاضر، جمهور ليفربول يسجل الهدف الاول بحضور المكتلاق. يمشي صلاح، يدخل صلاح، حط كره خطيره، فرصه ولو كره صعبه على المرينجي. اي نهائي في البدايات والعبره بالخواتيم. ترجع الكره فودريتش، يضرب كارفاخال، يوزع كره خطيره، فرصه الحارس كاريوس، وزارة أليجري. نعرف اللي كلوب خسر فينا 2013 يحب يربح 18. كوت 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 التريو 29 هدف. يمشي خطيره فينا دوم، وكره من اسباني بطل اوروبا 12 مره، 6 مرات قائد الفريق يحمل القميص رقم 4. رقم 4 في اول بطوله عام 56 كان ميجل. هدف مالديني سيبقى ريتور. تمشي كره صلاح والدفاع فولت رب المنتخبات. هنا كره خطيره تمشي صعبه، فرصه ليفربول. صلاح يمشي، صلاح حط الكره واحده اثنين، كره خطيره والحارس يتصدى كيلور نافاس. 6 دقائق من نار يا ليفربول. الكاس السادسه طريقها كييف، مكسبها في كييف وبواب كييف. تمشي كره على الطرف، يلعب الكره خطيره روبرتسون والراسيه اوت، ضربه مرمى للريال. ترجع الكره للريال عن طريق مارسيلو، واحده مارسيلو اوت، ضربه مرمى للوريس كاريس. هيو روح، هيو جرينتا، هيو رغبه يا ليفر. والكروس مليون عشاق الليفر. يمشي صلاح يدور خطيره من ساديو، يضرب كوره سوبر على اليونايتد. هنا كوره عكسيه، كوره جول، شوف فيها جول، شوف فيها جول. مش ممكن، مش ممكن على كوره دردون كريستيانو رونالدو. سادس فاينل في تاريخه تريدي. كوره للريال وركنيه لفريق ليفربول، ارتباك في فريق مدريد وكارفاخال. على فكره الريال ليفربول الصالح المصري في اول مواسمه 44 هدف مع ليفربول، على بعد 3 اهداف فقط من الركور التاريخي للحمراء واللي يمتلكه الويلسي ينرش 47 هدف. نفس الطريقه، نفس الاخطاء. يمشي صلاح، حط الكوره لسد، كوره صعبه، كوره جول وهدف يضيع. ارنولد يدخل التاريخ، حط يا روعتك، روعه روعه من ارنولد، اروع من العملاق كايلور نافاس. كايلور يخلص الريال. على فكره فما ملاحظه رقميه مهمه جدا نبني عليها استنتاج، هو انه عدد الاهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين. ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الاول مقابل 18 في الشوط الثاني، عكس الريال. تيرانجا يمشي السنغالي، غزالة مصيبة في غابات كييف، وجاب روكنية. نعم كورنر، روكنية لليفربول، روكنية كابيتال. 2005 هيتشكوك، 2005 التاريخ في ماتش الريمونتادا اللي مستحيل تتعاود، مستحيل تشوفها عين. تغيير اضطراري لكان على البال، لو كان على الخاطر تتغير. يمشي كريم، كرة الجول خطيرة، مودريتش، مودريتش يلعب كرة عرضية، تحت الكرة مارسيلو، يلعب الكرة رونالدو، كريم بنزيما، ورجعت من الدفاع لفريق الريال عن طريق مودريتش. يمشي مودريتش، حط الكرة ركنية، ركنية لمودريتش. والبوزيشن، ترجع كرة خطيرة، الهربة، ويخرج كريم نافاس، ومش بس يمشي مارسيلو، مارسيلو اختير برشا، ارنولد، ارنولد عطاني الفينال، الفاينل النهائي لم يحسم بعد، اوف سايد،
ناتشو يسكو يسكو وزع كرة هذه خطيرة وكرة هدف والهدف الأول للريال أوفسايد أوفسايد تسلل على بنزيما. أنا ما أقول لكم أنه كريم بنزيما محظوظ من ليفربول سجل فيهم 3 أهداف من 4. يا غدار 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 هذه الفانيلا البيضة غشي بالكرة يرجع مارسيلو يعمل البوان تتعدى الكرة رونالد برافو رونالد ثواني حذاري من آخر الثواني حذاري من آخر الثواني كرة جول كرة في الشبكة الصغيرة هذا هو الريال هذا هو ناتشو ناتشو يقول إذا هبت رياحك اغتنمها تمشي كرة بنزيما بنزيما حطها يا ولد يا ولد يا كريم يا كريم في شهر كريم حط الكرة بنزيما ثاني المرنج الرويال الريال اس المدريد يا سادة 2018 يلعبوا للدوبليتا حقوا الباسكيت مازال عندهم كسروا كاس الابطال في النهائي عام 64 ربحوا السله وخسروا ما فماش السله ولا كان فما لوريس كاريوس اش تعمل يا كاريوس جول 1-0 للريال 1-0 لمدريد مش ممكن مش ممكن يا سحار يا بنزيما يا غدار يا بنزيما يا سفاح يا بنزيما خلاص 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 اتحلت الشبكة لألمانيا اهداها لألمانيا اعطاها لألمانيا تقرر نيابة عن زملائه انه الكاس يردم مدريد يفتح بوابة التسجيل شوف هذا اللعب على دفاع الخط سيكلفهم الكثير 1-0 كل الطرق تؤدي الى اللقب اتمنى ما اقول هي مسرحية مولير التعادل جول 1-1 ليفربول الحمرة ديما برجالة 1-1 ساديو ماني ساديو ينقذ ساديو يقتنس ساديو يعود من عاد في الريمونتادا التاريخية هناك في أرض الأتراك في استاد أتاتورك قادر على العودة في كييف وبين كييف واسطنبول ساعة ونصف بالطيران طار طير طار طير يمشي مارسيلو مارسيلو يوزع كورة عودة له جول عودة له جول يا جارث يا بيل التجي في حتى الثاني هيستوريكو فينومينال جولاتو 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 كي جول دي الريال كي جول دي الريال بالإيطالية ريتي بالفرنسية بوت بالألمانية تور بالإنجليزية جول يتعلم يدرس هدف يضرب هدف يتصدى له جارث بيل ايش بيني بيني وبينك ايش بيني هذا العام هو ديربي السوبر والروعة والهدف الثالث الهدف الثالث لوريس كاريوس قتل ليفربول ورسميا السوبر في ديربي بين الريال واتلتيكو الجار الجار والريال في نهائي الرويال في السوبر الاوروبي يورغن كلوب المنحوس اصابته صلاح وكاريوس يقضي ويبكي الملايين